في مسيرة جماهيرية أعلن أبناء تعز دعمهم وتأييدهم لقرارات البنك المركزي اليمني بعدن وموقف مجلس القيادة الرئاسي تجاه الوضع الاقتصادي. تفاصيل في التقرير الذي عدته زميلا عائم خالد. نحن مع الشرعية ومع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، ونحن نطالب بتنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني. خرج أبناء تعز في مسيرة حاشدة من الرجال والنساء دعما لقرارات البنك المركزي وإسنادا للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، ورفضا للضغوطات الدولية على الشرعية للتراجع عن قراراتها الداعمة للريال اليمني والاقتصاد اليمني الذي يعاني منه أبناء اليمن. دعما لقرارات البنك المركزي التي اتخذها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، والتي تهدف إلى منع التضارب بالعملة، منع الازدواج البنكي بين بنكي صنعاء وبنك عدن، بحيث يكون هنالك اشمل بنك واحد. ثلاثة، توحيد العملة بحيث ليس يكون لدينا عملتين ولكن عملة واحدة. النقطة الثالثة وهي منع او ايقاف تدهور الريال اليمني امام العملات الاجنبية. النقطة الرابعة وهي ضبط او المراقبة على الأموال التي تدخل الى الشركات الصرافة والى البنوك، بحيث يكون البنك المركزي هو المسيطر على تلك العمليات، بحيث يعرف مصدر دخل تلك الأموال ومصدر ايضا خروجها. دائما الأحزاب السياسية والشعب في خندق واحد في تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة، ففي مسيرة تعز الكل كان حاضرا لإرسال رسائل بأن الكلمة الأولى والأخيرة في جميع القرارات تأييد الشعب أو عدمه. قرارات البنك المركزي الساند للاقتصاد اليمني من تعز وجميع محافظات الجمهورية اليمنية معها وبجانبها الشعب لمصلحة العامة، الشعب قال كلمته. لقد مثلت قرارات البنك المركزي اليمني عدن أحد أهم القرارات الاقتصادية والسياسية التي تم اتخاذها من قبل الشرعية في المعركة الوطنية ضد الميليشيات الانقلابية الكهنوتية. ونؤكد هنا دعمنا الكامل لهذه القرارات باعتبارها خطوة محورية في الانتصار للسيادة الوطنية وإنقاذا للاقتصاد اليمني على طريق وحدة النظام المصرفي وإيقاف تدهور العملة الوطنية واستعادة جزء أساسي من المركز القانوني للدولة اليمنية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. الكل يحمل لافتات يسيرون بها في المسيرة تتحدث عن لسان حالهم عن أهمية دعم الاقتصاد اليمني ومنع تدهور العملة وعودة تصدير النفط وإنعاش الريال اليمني الذي بسبب انقسام الصرف الريال في اليمن أدى إلى فجوة لابد من ردمها لأجل اقتصاد يمني حقيقي. قررت البنك المركزي إرادة شعبية، نحن خرجنا اليوم مع هذا القرار، أيضا خرجنا لدعم رئيس مجلس الرئاسة دكتور رشاد اتخاذ مع القرار الشجاع. انطلقت في محافظة تعز مسيرة تأييدية لقرارات البنك المركزي التي أساسها إنقاذ للريال اليمني من الانهيار. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.